كما قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أبناء محافظة الدقهلية لتفوقهم في مجالات عدة، ومن بين المكرمين طالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا استطاع عبور بحر المانش في سبتمبر الماضي، وأيضا أحد الحاصلين على بكالوريوس صيدلة وحاصل على المركز الثاني في الأبحاث العلمية على مستوى العالم في المؤتمر الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، وحاصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الأبحاث العلمية لعام 2021.